هلا، مساء الخير. اليوم صدق طالعة بيضة مقشرة فرش، الحمد لله. سوينا معظم يعني فقرات البرنامج اللي موجود بهذا المنتجع الصحي، كان كلش حلو. أخيرها كان المسبح وشسورت، الحمد لله استمتعت صراحة، غيرت جو، تجربة كلش حلوة بعيدة عن هوسة المدينة. أكلنا أكل صحي، طلعنا هواية، ركضنا بالطبيعة، حطينا الأكسجين لأنه إحنا ما عايشين ببيئة صحية، ما نستنشق أكسجين حقيقي، يعني ضوضاء وصخب المدينة يأثر علينا، فبالتالي نحتاج بين فترة وأخرى نسوي هاي الأمور. ما سويت تنظيف للقالون ولا للكبد لأن يحتاج أقل شيء فد أسبوع، وأنا ما بقيت هواية لأن باكر راجع علي الكتاكيت، طاق قلبي عليهم. وراجع همين عندي شغل طبعا، بس مكان كلش حلو، مكان صحي. سوينا ساونا بخارية، سوينا مساج، سوينا هذا قلت لكم الأكسجين، سوينا التأمل. هذا مو كلش حبيته، كلاوات يحتاج لي وقت هواية. يلا قمت أبكي، ما أدري ليش سويت هاي التأمل، قمت أبكي، ما أعرف شنو السبب. أنا يعني ما مو قوية بهاي السوالف، بس بكيت بالتأمل، ما أعرف شنو السبب، ما حبيته. قالوا لي لا بعد تحتاجين هواية هيك سوالف. على كل حال كانت تجربة أكثر من رائعة، تغطيتي لهذا المكان أنزل لكم إياها بعد قليل أو باكر بريل كامل بكل تفاصيله، وين يكون وشنو أسعارهم. وقبل لا أطلع رح أحاول أحصل خصم حصرا للعراقيين اللي حابين يجون. وأكرر هذا مو منتجع للونسة وما بي اكتيفيتي حلو، مو للأطفال، هذا للتأمل، للريلاكس، للاسترخاء، للفصلة. وإحنا أنا كنت كلش محتاجتها شخصيا صراحة، إحنا كنا محتاجيها كل أي حبيباتي. شرحت لكم يعني عن تقريبا معظم الشغلات اللي سويتها، مع ذلك قلت لكم أحط لكم فيديو وأحط تفاصيله. كل إنسان محتاج بين فترة وأخرى يرفه عن نفسه بأجواء صحية، بتمارين صحية، بأكل صحي. كلنا معرضين للضغوطات، كلنا عندنا مشاكل، كلنا عندنا تراكمات، الحياة ما تخلى يعني، خصوصا احنا اللي معرضين للميديا وخلينا نقول المشاهير. مثل ما عندنا شغلات حلوة عندنا شغلات مو حلوة بحياتنا، عندنا معاناة، عندنا مأساة، عندنا مشاكل، عندنا سترس، عندنا ضغوطات، كل شيء عندنا. يعني ايش قد انتم عندكم 2%؟ لا احنا عندنا 9%. لانه الانسان سبحان الله على حجم دائرته، حجم دائرتك صغيرة مشاكلك تكون على قدها، حجم دائرتك كبيرة، يعني دا احكي دائرتي العامة مو الخاصة،